في موضوع آخر، أكدت الشرطة الإنجليزية ليلة الخميس الجمعة أن الجثة المنتشلة من حطام الطائرة في بحر الموش تعود للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقد أثره الشهر الماضي بعد تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على متنها. وقالت الشرطة أنه تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند جنوبي إنجلترا في وقت سابق الخميس، مؤكدة أنها تعود إلى سالا. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق يوم الخميس أن الجثة نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف إليها بعد انتشالها ليلة الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها اللاعب والطيار ديفيد إبتسون، وتحطمت في بحر الموش في 21 من شهر يناير الماضي في طريقها من فرنسا إلى العاصمة الويلزية كارديف.